نشكر حفاوة الاستقبال اللي هي مغربة على الشعب الجزائري. اي والله نحن في بيت أهلنا وإخواننا، وشكر كثير لكم على الترحيب. إن شاء الله نأدي في البطولة وإن شاء الله نطلع بصورة طيبة. نشكركم على الاستضافة الجزائر. نطمح في هاي البطولة إلى تحقيق إنجاز طبعاً وتحقيق أرقام شخصية جديدة وأزمنة. نشكر كل فرد في الجزائر على هذا الترحيب وعلى هذا الاستقبال اللي جد يعني بيجنن وبيمثلنا إنه إحنا شعب واحد، يعني إحنا والجزائر قلب واحد كمان.